أميرة صغيرة اسمها ريماس، ميتة لكن لا تزال على قيد الحياة، تعاني من مرض خبيث اسمه السرطان. بسببه تساقط شعرها، وبقى شعورها بالحياة يرشدها للنظر إلى قصة شعر لعابتها وهي تتمناه لنفسها. التقارير الطبية توضح حاجتها لعملية في الخارج، وميزانية الجيوب الخاوية لأبيها بالتأكيد تمنعه من ذلك. صارت عندها أعراض تفاجأنا بها ب2016 بداية بشهر السابع، تفاجأنا بها بمرض خبيث واحنا ما ندري به. رحنا نحللها، ابو التحليل فاجئنا، يعني حتى بكلمه احنا ما نعرف شنو اللوكيميا، من قال لنا اللوكيميا بدكم بها بالكيميا. المهم فرحنا لقينا حالات يعني غريبه، سخونه مفاجئه تقع بجسمها، نزف تنزف دم مفاجئ، غدد مالتها منفوخه يعني حتى من راسها منها منفوخ. فرحنا قال بيها سرطان دم الانفاوي حاد الخبيث ومنتشر بدمها 95%. هاي التقارير اللي تأكد حالة بنتي، اللي تأكد بها بنتي بها 95% سرطان بالدم. وده تشوفون هاي الطفلة، أنا أقصد كل شريف وكل مسؤول وكل تاجر وكل متمكن عنده بنية، عنده بنية يجي يساعدنا عامل بنتي. تنام لحظات لتغفو بحلم وردي خال من الأمراض، ثم تستيقظ على وقع ألم أكبر من سنتيها الاثنتين، ألم يصل بحجمه حد الجرعات الكيميائية التي تأخذها بين فترة وأخرى. ما تعانيه ريماس أخذ يستجدي عطف الآخر، فمن يريد منكم مرضاة الله ووضع رصيد لآخرته بمساعدة طفلة يهددها شبح الموت، ولا سبيل للنجاة سوى تبرعكم بما تجود به عواطفكم لإنقاذ مريضة بمصير مجهول بطبيعة الحال لم تختره لنفسها. شافين يا رب، الحمد لله أشكرها على صحة وجهها و... يا رب شافيني ما عندي غيرك يا رب يا رب. تسكن ريماس مع أبيها وأمها في غرفة واحدة تترجم عظم المأساة، وتحت نير احتلال الفقر لكل مكنونات المعيشة بالتفاصيل. فهل يوجد بينكم من يدخر لآخرته ويمد يد العون لها ويزدل الستار عن دقائق الموت المتسارعة التي أسقطت شعرها وتريد إسقاط عمرها الصغير؟ علي سالم، الفرات.